وعليكم بهذه الفقرة المهمة وبحوار خاص مع شخصية مهمة جدا، الكبير الفنان جواد الشكرتي. طبعا راح نتحدث به بشكل عام عن مسلسل وعن ليلة السقوط اللي كانت به أحداث في الموصل. حياك الله. حياك الله حبيبي أخ. كل عام وانت بخير. أولا بداية طبعا كل عام وانت والعراق والأمة العربية والإسلامية بألف خير، وعيد فطر سعيد، وإن شاء الله يحل الأمن والأمان والسلام في العراق وفي المنطقة العربية. أنا ما أقول العراق لأن لا يزال العراق في بعض المشاكل ربما الأمنية رغم أنه الدولة مسيطرة عليه، ولاحظنا لربما في المسلسل اللي هو ليلة السقوط راح نتحدث عنه كيف كانت الدولة العراقية حريصة على أن تطرد هذه البؤرة الفاسدة والتنظيم الإرهابي الغاشم من أهم منطقة في العراق وفي الوطن العربي، لأن الموصل ليست منطقة عادية. فأتمنى كل الخير لكل شعبنا العراقي العظيم ولكل الشعب العربي. اللهم آمين. طبعا أستاذ جواد، حضرتك يعني كنت واحد من الشخصيات المهمة في العمل، واليوم احنا في هذه التغطية تحديدا نسولف عن إمكانية هذا العمل، أهميته بالنسبة لردة فعل الناس. خلينا ناخذه من جوانب مختلفة، حتى لأنه العمل ما كان فقط لمنطقة، ما كان فقط لشخص، كان عمل ملم بقضايا كثيرة لا وهو محاربة داعش. شلون شفت الأصداء؟ هسه أنا أسألك أول سؤال، شلون شفت الأصداء بهذا العمل تحديدا؟ أولا أنني حقيقة سعيد جدا بالإنتاج العراقي النوعي، لأنه من فترة الإنتاج الدرامي العراقي في تراكمية لربما بدأ منذ عام 2006-2007، والآن بدأ الكم يتضاءل نوعا ما ليتحول إلى نوع، وهذا اللي أقصد اليوم من التراكمية إلى النوعية في الإنتاج الدرامي. وحقيقة أنا سعيد بكل الإنتاجات الدرامية التي قدمتها القنوات التلفزيونية العراقية بدون ذكر أسماء لقناة أو لعمل درامي، لأنه الآن حديثنا هنا عن ليلة السقوط. فسعيد حقيقة بهذه الأعمال التلفزيونية، إضافة إلى وجوه جديدة شابة ظهرت في هذه الأعمال الدرامية تبشر بخير، وستكون نجوم لامعة في تاريخ الدراما العراقية، التي أتمنى أيضا أن تكون الدراما العراقية حريصة من ناحية التقنيات الفنية ومن ناحية الإخراج من ناحية الدعم المادي، لربما أيضا نتحدث عنه بشكل سريع. ليلة السقوط أنا أعتبره واحد من أهم الأعمال الدرامية العراقية على الأقل في الوقت الحاضر. جيد. طبعا لأنه ليلة السقوط تتحدث عن قضية خطيرة جدا، قضية مهمة. المؤلف الأخ مجدي صابر المصري جاء إلى العراق وتحديدا حضر إلى منطقة أربيل والموصل، والتقى بالعديد من الشخصيات التي عاصرت فترة دخول داعش عام 2014 إلى تحرير الموصل على يد القوات العراقية وقوات البيشمركة طبعا أيضا، ولذلك التقى بكثير من الشخصيات وقرأ الكثير عن هذه الملحمة الكبيرة، والتقى بشخصيات كثيرة وأخذ كتب مع أيضا إلى مصر، وبدأ فعلا بالتدقيق والبحث الجاد عن هذه الملحمة الحقيقية، وطلع لنا في مسلسل حقيقة أنا بالنسبة لي أعجبت به كثيرا من ناحية الكتابة الدرامية لأسماء ليلة السقوط. وليلة السقوط حقيقة هي ليست ليلة سقوط الموصل، وإنما ليلة سقوط داعش، أنا هكذا أراها، لأن المدن العظيمة مثل الموصل وبغداد والبصرة ودمشق وحلب والقاهرة والكثير من المدن العربية والعواصم العربية لا تسقط. يعني أنا أضد فكرة أنه واحد يقول سقوط بغداد، تمرض لكن لا تموت، تمرض ولكن لا تموت، هكذا هي المدن العظيمة لا تسقط وإنما تنهض وتتعافى. لذلك ليلة السقوط اجت التسمية لأن سقوط داعش في مدينة الموصل العظيمة. هذا العمل حقيقة أنا اللي أعجبني به أنه استطاع أن
يختزل الكثير من الأحداث ويصبها في قضية وحشية وتوحش هذا التنظيم الإرهابي وما فعله في أهلنا في الموصل، بغض النظر عن فئة أو قومية معينة أو ملة أو دين أو مذهب، الجميع الكل تضرر، المسلمين شيعة وسنة، المسيحية، الأيزيدية، التركمان، كثير من القوميات والمذاهب والأديان موجودة في الموصل تضررت وتأذت كثيرا، لأنه التنظيم ليس تنظيم إسلامي كما يدعون هم، ولكن هو تحت غطاء سياسي، غطاء سياسي معروف، ومعروف من خلق هذا التنظيم حتى يزرع الرعب في المنطقة العربية تحديدا في سوريا، ليزحف لاحقا إلى العراق وإسقاط أهم محافظة اللي هي الموصل، والموصل معروفة جدا. لذلك العمل أخذ منحة كبير ونحت في كثير من الشخصيات، ابتداء من القاضي اللي أنا جسدت شخصيته، وانتهاء بالشخصيات الأخرى، بشخصية الدكتورة جوانا اللي تنتمي إلى الطائفة الأيزيدية المحترمة اللي هم أهلنا وأحبابنا. أنا أتحدث الآن أو تحدثنا عن شلون تم اختيارك لهذا العمل، لبطولة هذا العمل، شلون كانت ردة فعلك أنت كشخص؟ جواد الشكرتشي الآن تم اختياره لبطولة هذا المسلسل، هذا العمل، شلون ردة فعلك أول خبر؟ تصير أنت متفاجئ، كنت مصدوم، عندك نوع من التراجع، شلون تم وضع الاختيار؟ لا أولاً يعني المسألة لم تكن يعني مفاجئة بالنسبة لي. اثنين، اختياري كان عن طريق الأخ الدكتور قيس الرضواني، وتحياتي طبعاً إله. الدكتور قيس الرضواني هو اللي اتصل بي، أكون سابقاً يعني ما أعرف الرجل، وأسعدني تليفونه وتحدث وياي بطريقة لبقة وجميلة، وصرنا أصدقاء ولا نزال والحمد لله أصدقاء. طرح علي الموضوع، والموضوع بالنسبة لي كان مبهم، قلت له العمل شنو؟ فحكالي عن العمل بداية، وبعدين دز لي الحلقات على الواتساب، وأنا سحبت وقريت العمل كله، استمتعت بالعمل كثير، عجبتني شخصيات كثيرة بالعمل، ولكن القاضي رغم قصر دوره، يعني هو كان موجود في العمل بحدود 8 حلقات، يعني حتى مشاهد القاضي ما تتعدى 40 إلى 50 مشهد، ولكن الشخصية مؤثرة وقوية. فتحني الدكتور قيس الرضواني وتحدث لي عن أهمية هذا العمل وعن الدعم اللوجستي الكبير له، وعلى أنه شركة بلا حدود العراقية اللي هو مؤسسها مع شركة عشوب المصرية، أذني شركتين أن اللي راح يقومون بإنتاج هذا العمل، وهناك دعم لوجستي كبير من إقليم كردستان. ولما فاتحني بالعمل وقريت الشخصية أو العمل كله، حقيقة أسعدت كثيرا باختياري في هذا العمل. حسيت بنقاط صعبة على جواد الشكرتشي؟ لا 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 لو لا كانت عندك طبيعية لهم؟ لا 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 العمل لا لا أنا شوف احنا كل اعمال ما شاء الله انا بالنسبه لكن انا هذا العمل تحديدا لانه لا لا بداعش وبارهاب وبقتل وب يعني هذا الشخصيات تكون يعني لازم تكون مقنعه للمشاهد، يعني من صعوبتها لادائها. اولا بالنسبه لي يعني اصبح شيء طبيعي طبعا ان تاتيني اعمال دراميه سواء تاريخيه او ملحميه او اجتماعيه. انا كنت اتمنى ومن زمان ان ينتج عمل بهذا الحجم عن داعش والموصل، ففرحت فعلا، فرحت كثير. يعني تقول لي مشاعرك، فرحت مو لاختياري بالدرجة الأولى، فرحت لأن هناك من فكر بجدية في إنتاج عمل عن ملحمة الموصل. أنا أسميها ملحمة لأنه فعلا ملحمة، لأنه لم تكن تخطر في بال أحد ما حدث في الموصل، وسيكتب التاريخ كثيرا وطويلا عن هذه المأساة التي حدثت وعن هذا التنظيم الإرهابي في تلك الفترة. لذلك أنا أسعدت حقيقة باختياري في هذا العمل، وشكرت للأخ الدكتور قيس، وبعدها عرفت مدى إمكانية الإنتاج لتحضيرات هائلة، وكانت تحضيرات كبيرة.
التحضيرات الكبيرة هي شنية؟ أولاً اختيار مخرج من سوريا اللي هو الأستاذ ناجي طعمي، واختيار مدير تصوير المصور من تونس الأخ محمد مغراوي، وأيضاً هذا الرجل أعرفه وصديقي من أيام اشتغلنا سوا في مسلسل عمر بن الخطاب عام 2011 في المغرب، وأيضاً اختيار جانب مصري تقني وفني إضافة إلى النجوم الكبيرة في هذا العمل، على رأسهم الفنان طارق لطفي والفنان باسم ياخور والفنانة صبا مبارك، كندا حنا، أحمد صيام، محمد قنوع، ميلاد يوسف، أسماء عربية محترمة. يعني أنا أحبهم، أحترمهم كفنانين كبار، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين العراقيين. هذه التوليفة حقيقة كانت معقدة وصعبة، وفي نفس الوقت صعب قيادتها، أنه إنتاج يتكون من عدة أقطار عربية، يعني من العراق ومن مصر ومن سوريا ومن الأردن مثلا ومن تونس اللي هو محمد مغراوي، هو تونسي الجنسية، ولكن كلنا انصهرنا في بودقة الوطنية أو القومية أو الفنية المحبة للعمل الإنساني الذي يقدم فكرة وقضية عبر الدراما التلفزيونية. لا تنسى الدراما التلفزيونية التاريخية لابد أن تعتمد المصداقية في تحقيق الإقناع، هذا اللي قبل شوي للمشاهد. أيه؟ طبعا هذا اللي حكيت الإقناع. إضافة إلى هذا، لا يمكن أن يكون المادة التاريخية أو المادة الوثائقية هي الحاسمة، لابد أن يكون هناك نسيج من الدراما، أي من خيال المؤلف، وهذا الخيال لا يمكن أن يكون منفصل عن الحقيقة وعن الواقع. لذلك عندما حضر الأخ مجد صابر إلى الموصل وإلى أربيل والتقى بشخصيات كثيرة، أسس لهذا النسيج من خلال الوقائع، وهو أيضا فعلا اعتمد كثير من الوثائق والحقائق الموجودة في الواقع وجسدها في هذا العمل. لذلك أنا سعيد جدا وأقدم تحية كبيرة للدكتور قيس الرضواني والأخ ناجي طعمي، وسعيد أيضا بمشاركتي مع هاي المجموعة والنخبة الكبيرة من الفنانين العرب. وحقيقة أنا أعجبت هناك مسألة كلش مهمة، ألا وهي أنه إقليم كردستان تحديدا قدم خدمة كبيرة لهذا العمل لا يمكن أن نجاهلها أو أن ننساها. دعم لوجستي هائل. أولاً قلعة أربيل، تعرف قلعة أربيل هي منطقة أثرية ممنوع دخول إلها لربما إلا لبعض الزائرين، لكنه رئاسة إقليم كردستان فتحت قلعة أربيل للمنتج وللعاملين، وأخذنا القلعة بأكملها تقريباً، وصورنا مشاهد كثيرة في هذه القلعة، في بيوت التراثية وفي الشوارع وفي تفاصيل كثيرة، يعني زوايا كثيرة موجودة في قلعة أربيل. وإضافة إلى الدعم الآخر اللي هو القوات الأمنية والعسكرية والبيشمركة والمناطق العسكرية أيضا، يعني دعم كبير لا متناهي حقيقة يشكر عليه الإقليم بكل ما قدم لهذا العمل. أنت ذكرت قضية القوة الأمنية اللي موجودة، وإحنا نعم. ما طبيعي هذا ما ننسى الفضل لقواتنا الأمنية الموجودة سواء في العراق أو حتى إقليم كردستان اللي كان أكو تعاون، وطبيعي هذا لازم يكون تعاون حتى نوصل إلى مرحلة وقضينا على داعش. لكن تجسيد الدور التاريخي تحديدا في أو لقوات الأمنية اللي هم البيشمركة والقوى الأمنية العراقية، الجيش العراقي، نعم، شلون كان تعامله التاريخي؟ يعني شلون كان تعامله الإنساني؟ شلون كان تعامله الحيوي بحيث انه يقنع المشاهد؟ يعني كانت الأحداث يمك انت، يعني كنت شاهد عليها، يعني شلون كانت قناعة؟ انا ما اتحدث الان عن اقليم كردستان، لا اتحدث انه هو كان المحرر الكلي، لا، أنا أتحدث عن الدعم اللوجستي لإقليم كردستان في هذه المنطقة اللي صورنا بها في أربيل. يعني 90% تقريبا من العمل صورة في أربيل، وقسم في دهوك وقسم في الموصل حسب معلوماتي. هذا اللي أقصده من الدعم اللوجستي من إقليم كردستان ومن قوات البيشمركة، ولكن العمل بشكل عام
طرح فكرة تحرير الموصل من داعش كل القوات العراقية الشاملة من قوات عسكرية إلى بيشمركة إلى الأمن الداخلي إلى المخابرات إلى الاستخبارات وإلى حتى الحشد الشعبي. كل هذه القوات ساهمت في طرد والقضاء على داعش. هذه مسألة لا يمكن نكرانها. وبالتالي أيضا نقطة مهمة أنه فعلا العراق بهذه القوات المشتركة الاتحادية والمحلية والإقليمية استطاعت أن تقاتل نيابة عن العالم، لأنه داعش ليست منطقة خطرة على 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 دولة أو على شعب معين. داعش سرطان كبير، لو امتد لكان امتد إلى الوطن العربي ولا ربما إلى العالم. والآن نتابع ونشاهد نشوف الخلايا النائمة لداعش في كثير من المناطق في آسيا وفي أفريقيا وحتى في أوروبا. لذلك القضاء الكبير اللي حققته القوات العراقية بقيادة حكيمة هذا يحسب لها، لأنه عندما انتهت داعش في الموصل انتهت داعش في سوريا وفي الرقة و و و وهكذا قضي تماما على تنظيم داعش والحمد لله. لربما هناك خلايا نائمة هنا وهناك، ولكنها تبقى خلايا يعني لا يحسب لها حساب، لا يحسب لها حساب تحديدا. أنه قضية الشخصية القوى الأمنية تحديدا، سواء القوى الأمنية بمختلف أصنافها، نعم، وصلت إلى أو وصلت الرسالة في العمل، يعني وصلت الرسالة أنه من الجانب الإنساني كيف كان تعامل، وصلت الرسالة الإنسانية بحد ذاتها للمشاهد. كانت عندكم مشاهد بهذا النوع؟ يعني كانت عندكم مشاهد أنه بها مشاعر بها ألم وصلتوها للناس؟ أنت حضرتك وكل العراقيين وكل العالم من شاهد مأساة الموصل يتحرك الضمير، يعني اللي شاهد الموصل واللي شاهد تحديدا سبايكر، مذبحة سبايكر اللي راح بيها ضحيتها شباب يتعدى 1400 شاب عراقي، يعني في عمر الزهور من 18-19 سنة إلى عمر 24. سموها 1700 1700 يعني أنا شفت مجازر إلى حد الآن قلبي وجعني من أذكرها. فمن بدت سبايكر وقبلها الموصل واستمرت مأساة الموصل، لا يمكن أي عمل بالكون أن يجسد المأساة الحقيقية لما دار في الواقع وفي الحقيقة. يعني سنتين وأكثر لربما داعش كانت في الموصل، عملت ما عملت، انتهكت ما انتهكت من أعراض وأملاك وأرواح واغتصاب وقتل كل الطوائف، كل الطوائف وكل الأديان والمذاهب، لربما حسب اعتقادهم في أن هناك جواري وهناك سبايا. القتل بأنواعه، القتل بالسيف وبالمشانق وبالغرق وبالحرق. هذه الواقعة التي وقعت في الموصل أنا أعتقد من الصعب جدا تجسيدها، يعني هذا اللي ربما ليلة السقوط مسلسل فتح وإن شاء الله راح يفتح الباب على بعض الأعمال القادمة سواء سينمائيا أو تلفزيونيا. لكن تبقى الحقيقة هي أصعب بكثير. يعني أنا إيش قد مرت أوصل، ما أقدر أوصل مأساة الإنسان اللي عاش هذه المأساة وهذه الملحمة. لكن مثلا أنا شخصيتي القاضي، القاضي رجل عراقي وطني عروبي قومي مهني وانتماء مسيحي، لكنه لم ينظر إلى دينه أكثر مما نظر إلى قوميته وإلى عروبته وإلى وطنيته وإلى مدينته وإلى وطنه العراق. لذلك دافع بإصرار رهيب، فهو مسيحي وبنته مسيحية وزوجة وصديقة بنته أيزيدية واللي تشتغل وياهم أيضا من طائفة أخرى. ونشوف الكثير من الطوائف، هناك المسلم اللي ضحى وهناك السني وهناك الشيعي. هذا العمل كان مزيج لنسيج كبير اللي تعيش الموصل، ولا تزال في الموصل هذه هذا النسيج موجود. لذلك هذا الفسيفساء الهائل والجميل اللي تعرض إلى هذه النكبة نشوف الآن بدأ يتعافى وبدأ ينهض، ونعتقد الموصل الآن أفضل بكثير
مما عليه سابقا، أنا زرتها مؤخرا وشفتها، لكن لربما يبقى الجرح وتبقى المناطق الأثرية، لأنه الموصل مدينة قديمة 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 قديمة، وفيها حضارات، فيها حضارات الآشوريين، فيها حضارات العراق، وفيها أديان كبيرة. لذلك من الصعب أن تسقط أو أن تنتهي بهذه النهاية على يد الدواعش. عندما تحررت وبدأت تنهض تدريجيا، هم أهل الموصل، هم أدرى وهم أجدر وهم الأحق بأن ينهضوا بهذه المدينة العظيمة. والله ذكرتنا، ذكرتنا بالموصل وضحى، ذكرتنا بألمها، ذكرتنا بناسها اللي فقدوا أحبه، وذكرتنا بمأساة اللي دارت عليهم. هذا العمل يعني بصراحة أنا يعني مصر أنه أقول هذا العمل، خلي نقول عمل عربي عراقي كردي، وصل للدول، وصل رسالته للدول برأيك؟ يعني أكو كانت أكو اتصالات إليك بشخصية أو بأخرى أنه هذا العمل وصل لنا رسالة لبلداننا العربية، وصل لنا رسالة كإنسانية؟ طبعا عجبتني هاي المفردة مالتك من قلت الكردي، وأنا ما أريد ما ذكرت اسم الكرد ككرد، وإنما ذكرت الإقليم بأكمله، لأنه الأكراد أنا يعني شعب على الكرد، لأنه لا 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 العمل كان في إقليم كردستان، في عقر دارهم بالضبط، في وسط أربيل، بل في القلعة التاريخية اللي ترجع يعني آثارها إلى مئات أو إلى آلاف السنين. وأنا مثلت في هذا المنطقة في قلعة أربيل في عام 1990، مثلنا بعض المشاهد لمسلسل ذئاب الليل، شخصية أبو جحيل ويا المجموعة، وفي أحد البيوت اللي شفناها في هذا المسلسل، فهي عزيزة علي. وأنا الأكراد بالنسبة لي علاقتي مع الأكراد من زمان، وأحبهم كشعب يعني ظهير وسند، والكردي أخوك، يعني عندما يكون صاحبك صاحب هو الكردي من أروع ما يمكن. الكرد كانوا أيضا في الملحمة، في ملحمة ليلة السقوط، ليلة سقوط داعش، كانوا مدافعين عن المنطقة تحديدا، عن أربيل وعن توك، هذه لا محالة. ولكن لم يستطع في حينه الإقليم أن يدافع يعني عن الموصل طبعا، لذلك كان التأني وكان العقل حاضرا، وكل الإجراءات والترتيبات تحصل مع الاتحاد، يعني مع الحكومة الاتحادية، ولربما مع بعض القوى الخارجية، على تحقيق الهدف هو القضاء على داعش. وأنا أعتقد أنه لولا حماسة والهبة التي هبها الشعب العراقي، فتوى السيد السيستاني كان لها الدور الكبير الكبير الكبير. يعني فتوى السيد السيستاني، وعندما تطوعت كل القوى الخيرة وخاصة الشباب للأخذ بثأر شباب سبايكر وللأخذ بثأر أهل الموصل، هذه كانت عظيمة. ولذلك كان التخطيط هادئ، وجاء بوقت ممتاز، يعني لربما أخذ بحدود السنة ونص إلى سنتين لفكرة تحرير الموصل من هذه الطغمة العجيبة الغريبة. لأنه تنظيم داعش يمكن سمعنا وقرينا عنه بالتاريخ القديم، ولكن ما شاهدناه يفوق التصور ويفوق العقل. الأكراد كانوا حاضرين بقوة من ناحية مشاركتهم، وليس في العمل وإنما في الأحداث وفي الدفاع عن الإقليم وعن بعض المناطق، وشاركوا مشاركة كبيرة في تحرير الموصل عندما تقدمت كل القوات العراقية وكل الشعب العراقي. يعني أقول كل الشعب العراقي، لأن كل شباب العراق كانوا موجودين في هذه الملحمة. ابن الناصرية انتفض، ابن البصرة انتفض من السماء، وكل المحافظات هي اتجهت. لا هو هي البصمة، هي البصمة هبة مثل ما هبة هبة ونخوة وهبة وبصمة عراقية بامتياز، لأنه الفتوى للسيد السيستاني هي واضحة لا يمكن يعني التفريط بها. لذلك مثل ما قلت، اجى ابن البصرة وابن الناصرية وابن كربلاء والحلة والديوانية، كل المحافظات واهل انبار كلها، حتى اكو بعض المناطق اللي هي اتحدث عنها سامراء وصلاح الدين، كل كل كل، لانه الكل تضرر والكل شاهد عفونة وخداع هذا التنظيم اللي ادعى انه تنظيم الدولة الإسلامية، ها،
أول فترة شهر أو شهرين أقنعوا أهالي الموصل بأن هم جايين من أجل إنقاذهم و ولكن بعد ذلك راح القناع وتكشف عن وجه بشع وقبيح. في حال أنه جزء ثاني، نعم صار جزء ثاني للعمل هذا، راح يكون جواد شكرتي بشخصيته الموجودة، راح يكون أكو عمل ممكن يتطور العمل، يصبح أنه عمل مهم جدا بالنسبة للساحب بشكل أو بآخر، ينافس نقدر نشوفه برمضان القادم؟ هو ممكن يكون جزء ثاني وثالث، ممكن طبعا، لأنه الأفكار لا تتوقف، الأفكار هي وليدة الحياة والواقع وكل ما يدور بالدنيا، يعني ممكن أن يكون أكثر من جزء. ولكن القاضي أخذ مدى، وأنا حبيت هذه الشخصية كثير، حبيتها لعقلانيتها والانتمائها الكبير للوطن لهذه الدار التي تسمى الموصل ولدينه، يعني ما يتنازل، يعني مو سهل عليه أن يتنازل عن ابنته وعن شرفه وعن دينه وعن أرضه، لا يمكن. شوف أنا الآن قاعد أتحدث والآن بدت روح القاضي، روح القاضي تدخل في داخلي. أتذكر كل الزين أدمى أنه الذباح يأتي بكل وقاحة ليخطب ابنة القاضي منه، أو يعرض عليه أنه يزوج بنته ويكون شاهد أو يكون حاضر. الرفض كان هو شنو؟ كان نتيجته أنه قطع رأسه وأن يقدم لابنته بطبق من أكل. أي يعني مشاهد مؤلمة، وأنا حبيت الشخصية رغم قصرها، ولكنني أعتبر هذه الشخصية هي أيقونة العمل، هي الروح الحقيقية اللي موجودة، الروح التي تغلغلت في العمل بشكل وطني هائل، وأنا أعتقد هو سيبقى إلى نهاية العمل يستمر، ويستمر حتى في الجزء الثاني إذا كتب الجزء الثاني. ربما تعرف الجزء الثاني مو شرط أنه للأمام الأحداث، ممكن أن نرجع بالعودة بفلاش باك. يعني هو العمل مثلا لو المخرج لو كان فكر مع المؤلف أن يضع لمسات عن طريق التذكر أو الاستذكار، احنا نسميه الفلاش باك، أنه بنته أن تستذكر بين فترة وأخرى أبوها معاها، أو تذكر طفولتها ويا أبوها ويا أمها في هذا البيت. كثير من التفاصيل حقيقة لربما غابت عن المخرج، وهي دائما يعني ليس هناك، ترى على فكرة عمل فني متكامل. لذلك احنا نشوف العمل بعدين نكتشف نقول أخ لو كان كذا أو كان كذا أو كان كذا، يعني كان ممكن أن يكون حاضر بطيلة حلقات المسلسل عن طريق استذكار ابن بنته، أو حتى عن طريق استذكار شخصية مثل شخصية حجي كاوة اللي كان، شوف القاضي كان بيته من أجمل ما يمكن، أنه الكردي موجود بي والمسيحي بيته والمسلم كلهم موجود موجودين تحديدا بهذا المنزل اللي هم كانوا كلهم موجودين به. شنو الرسالة اللي وصلته؟ يعني شنو الرسالة اللي وصلت الناس؟ شوف أنا من أقول لك كلهم موجودين، أي هم كلهم حاضرين في هذا البيت، بيت القاضي، يعني بيت القضاء. القاضي رمز للقانون، لقانون الدولة، لقانون المجتمع. والقاضي بجماله الروحي وهيئته، ويجتمعون يما أصدقائه مثل ما قلت لك الكردي والمسيحي والمسلم مع صديقة بنت اللي هي أيزيدية، يعني وكأنه عراق مصغر في هذا البيت الموصلي، وفي نفس الوقت بنته تشكيلية، فنانة تشكيلية. وعلى فكرة يعني أنا كان أكو فد ميزة كانت عند القاضي، أنه القاضي هو يعزف على العود. مع الأسف أنا في وقتها تحدثت مع المساعد المخرج حول هذا الموضوع، وقال أنه المخرج شاف مو بالضرورة، لأنه كأنه الجو لا يحتمل، لأنه كان هناك عود موجود بالبيت، ويكسر الذباح مجرد ما يدخل إلى البيت يشوفه ويكسره، يقول له ما معناه أنه هذه الآلات الموسيقية حرام. فهو هذا العود كان يعزف عليه القاضي قبل دخول داعش، وحتى أثناء وجود داعش يعبر عن ألمه. وهذا فتشي جميل، أنه عائلة قاضي
يعزف عود ويغني مع أصدقائه. محب للحياة. طبعاً. حب للحياة. وأيضاً بنت فنانة تشكيلية. وعلى فكرة شوف الموصل وحلب اللي عاث بها أيضاً تنظيم داعش. حلب السورية والموصل العراقية توأم شقيقتين نفس العوائل تجدها في الموصل وفي حلب. عوائل راقية مرتبة، علماء، أطباء، أساتذة، وتشوفهم أيضا يعزفون ويغنون ويرسمون. هذا موجودة في العوائل الحلبية السورية، ونفسها موجودة في العوائل الموصلية العراقية. ومثل ما موجودة في الموصل ملا عثمان الموصلي اللي أسس لموسيقى عربية وهو امتداد كبير، هناك أيضا موجود في حلب القدود الحلبية وسلاطين الطرب وامتدادهم الراحل الكبير صباح فخري. يعني مدينتين عظيمة مثل الموصل وحلب وقدم الكثير من الشخصيات المهمة. أي. يعني والله الوقت داهمنا، بس احنا نريد الوقت وياك، بس شنسوا هذا وقتنا ولازم. لكن أريد أحتاج منك رسالة لجمهورك سواء العربي أو إقليم كردستان أو بشكل عام جمهورك اللي يتابعك في الوطن العربي. طبعا أنا دائما في تواصل مع جمهوري العراقي والجمهوري العربي، وهي رسالتي رسالة المحبة. يعني أنا كلي محبة وعشق لهذا الجمهور اللي أتفانى من أجل أن أقدم له ما هو أجمل، سواء كان في الحياة، في حياتي العملية، وفي فني عبر المسرح والسينما والتلفزيون، وعبر تقديمي لبرامج إنسانية. وأتمنى أن أكون موجود لأخدم جمهوري وشعبي في كل مفصل من مفاصل العمل الفني. كل الحب وكل المودة وكل التقدير لقناة زاكروس الجميلة الرائعة اللي أنا أتابعها. شكرا لحضوركم اليوم، وشكرا لأحبائي ولجمهوري الكبير الموجود في العراق وفي الوطن العربي. جدا ممتنين منك وشاكرين فضلك وشاكرين جهودك، ونتمنى لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى العائلة الكريمة وعلى كل الأحبة والأصدقاء. عليك وعلى العراقيين جميعا، عربا وكردا وتركمان وأيزيديين وكل الطوائف والمذاهب الأخرى. أنا ما أحب أعدد لأنه أخاف لربما أنسى، وحتى هاي التسميات ما أحبها. الشعب العراقي هو شعب واحد، من البصرة إلى زاخو إلى دهوك إلى الرمادي والأنبار إلى ديالة وكل المناطق هذه، إحنا عشناها سنين طويلة وسنبقى نعيشها. لربما كل قومية أو كل مذهب إلى خصوصية معينة كنا ننصهر بها. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عنده كلمة عظيمة يقول بها: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فلا فرق هناك بين دين وآخر وبين لون وآخر. شكرا جزيلا للفنان الكبير جواد شكرتشي على كل ما قدمته في هذه الفقرة، وهذه عودة للزميلات، وكل عام وأنتن بألف خير.